مشاهدينا بنرحب بحضراتكم مرة تانية، وهنتكلم عن مترو الأنفاق وإيه الاستعدادات اللي حصلت لدخول العام الدراسي الجديد. طبعا زي ما كلنا عارفين المترو وسيلة مهمة جدا بتنقل يوميا ملايين المواطنين، وكمان هنعرف حقيقة رفع أسعار التذاكر وملفات كتير. هنفتح ان شاء الله مع ضيفنا اللي منورنا، استاذ احمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركه المصريه لاداره وتشغيل مترو الانفاق. ولكن خلينا قبل ما نبدا سريعا نروح بس لجامعه عين شمس ونعرف استعدادات الجامعه ايه لدخول النهارده زي ما كنا عارفين اول يوم في العام الدراسي الجديد. نروح لمراسلنا كريم مسعد. كريم صباح الورد عليك، وقول لنا ايه مدى الاقبال واستعدادات الجامعه. بنجدد التحية بحضراتكم كل مشاهدي صباح الورد ومشاهدي تين تي في. بنتواصل مع حضراتكم من هنا من قلب جامعة عين شمس في القاهرة، بنتواصل مع حضراتكم حيث اليوم الدراسي الأول في عام 2017-2018، اليوم اللي بدأت فعالياته منذ قليل، وكانت هذه الفعاليات بدأت برفع العلم وهو تقليد جديد، رفع العلم وتحية العلم في الجامعة، وده تقليد جديد أقره المجلس الأعلى للجامعات، وده كان بحضور وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار وقيادات جامعة عين شمس وعدد كبير من الطلبة وفرق الكشافة اللي متواجدين داخل جامعة عين شمس. أيضا جامعة عين شمس من ناحية تانية بتقوم بعمل استعدادات كبيرة لزيادة التأمين في الجامعة، والنهاردة هيتم تجربة لأول مرة لدخول الكروت الممغنطة أو لدخول الطلبة من خلال الكروت الممغنطة اللي متواجدة مع اللي هيتم تسليمها للطلبة حتى يتم تسهيل دخولهم من البوابات. أجواء كبيرة جدا من بداية الدراسة، عدد كبير من الطلبة طبعا متواجد في اليوم الأول للدراسة داخل جامعة عين شمس. مزيد من التفاصيل والتعامل مع الطلبة هنحاول نتعرف على أجواء اليوم الدراسي من خلال الطلبة المتواجدين معانا. أنا في البداية عايز أتعرف أكرم الدهشوري. أكرم قول لي أنت في كلية إيه؟ نحو عين شمس، والحمد لله أنا فخور إن أنا موجود في حقوق. طيب كلمني بقى عن اليوم الدراسي الأول ليك في جامعة عين شمس، إيه اللي أنت شفته؟ كان في احتفالات من شوية في رفع العلم، إيه رأيك في الجامعة بما إنك لسه بقى في سنة أولى متخرج من الثانوية العامة، الفرق اللي أنت بتحسه النهاردة ما بين دراستك في الثانوية العامة ودخولك الجامعة؟ طبعا الفرق رهيب بين إن أنت تبقى طفل صغير لسه في مدارس، أنت تتنقل لجامعة، وجامعة محترمة صغيرة، وبالذات حقوق عين شمس، ان حقوق بترجع بالذات حقوق عين شمس بدأت ب 1950، فمش صغيرة، احنا دفعة حوالي اكتر من 60، فدي حاجة حلوة، فان احنا نبقى في جامعة عين شمس وان انا ابقى مختارها بكيفي انا وحقوق عين شمس، فدي حاجة انا فخور بيها. اجواء الجامعة بقى بالنسبة لك انت في السنة الاولى للدراسة في الجامعة، ايه اللي انت حسيته مختلف النهاردة؟ مختلف تقريبا، مفيش حاجة شبه الاعدادية الا حاجات قليله جدا، ومفيش حاجه شبه الثانويه زي ما بقول لك، لا حاجات قليله، هو الفكره كلها ان الدكتور حد يعني انت تحس ان انت عايز تستفاد منه، انت مش بتدرس منهج تقليدي، لا ده اوريدي انت بتدرس دماغ الدكتور، فكل حاجه هو بيقولها انت بتحتاج تحضرها. اشكرك شكرا جزيلا يا اكرم. عندنا كمان احد الطلبه، قول لي اسمك الاول. محمد محمود محمد. قول لي يا محمد انت في كليه ايه وفي سنه كام؟ سنة أولى في كلية حقوق عين شمس. كلمني طبعا الكلية، أجواءك لسه، وجودك بقى وانتقالك من الثانوية العامة لمرحلة الجامعة. أنا الحمد لله داخل الحمد لله داخل الكلية برضايا، مش حد غصب عليا، والكلية جميلة قوي، والحمد لله يعني أنا داخلها برضايا، مش جايب مجموع قليل ولا أي حاجة، أنا داخل الحقوق يعني مقتنع إن أنا أبقى محامي، أبقى وكيل نيابة، أبقى حاجة حلوة يعني. عموما بقى في اجواء الجامعه، في شايف اظن ناس كتير واختلاف كبير، قول لي الاختلاف. اختلاف كتير قوي، غير الاعداديه والثانويه، غير الدروس والوجع دماغ، اما الحقوق هنا في الكليه بتاخد راحتك وكل حاجه، ما حدش بيغصبك دكتور تقعد، مش بتاع استاذ بتاع، مفيش حد بيغصبك على الكليه يعني، يعني على المحاضرات. انا بشكرك شكرا جزيلا يا محمد. اذا مشاهدينا ده كان اراء بعض الطلبه اللي متواجدين هنا في جامعه عين شمس وربما من كليه الحقوق حوالين اليوم الدراسي الاول ليهم في جامعه عين شمس اللي بدا من شويه، وكان في عدد كبير من المظاهر اللي بتدل على بدايه اليوم الدراسي وبدايه العام الدراسي في ظل استعداد كبير من جامعه عين شمس. قالت عنه الجامعه في بيان صادر عنها استعداد كامل لاستقبال الطلبه من خلال صيانه المباني وصيانه كل المقرات المتعلقه بالجامعه واستقبال الطلبه على الوجه الاكمل. بنشكر حضراتكم شكرا جزيلا من جديد للزميلات العزيزات في استوديو الهواء في تن تي في.
زميلنا كريم مسعد بنشكرك شكرا جزيلا من داخل جامعة عين شمس. ونرجع لحضراتكم ونرحب بضيفنا الأستاذ أحمد عبد الهادي، المتحدث الرسمي باسم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق. صباح الورد يا فندم. صباح الخير يا فندم لحضرتك وكل السادة المشاهدين. صباح الورد وأهلا بحضرتك. طبعا يعني أول يوم دراسة في الجامعات، يعني في زحمة في مترو الأنفاق، استعدادات الهيئة إيه في الأول يوم دراسة؟ إحنا كشركة مترو أنفاق جاهزين على استعداد مترو أنفاق في الدراسة. عندنا هيتم الدفع بقطارات إضافية، تم تجهيز قطارات إضافية يتم الدفع بها في حالة الزحام، في حالة التكدس في المحطات. في طبعا مواعيد الشغل عندنا من الساعة 5:30 صباحا، هننتهي الساعة 1 صباحا من اليوم التالي. عندنا عدد الرحلات، تم إعداد جداول لتشغيل القطارات في الخطوط الثلاثة. احنا عندنا 3 خطوط، الخط الأول من المرج الحلوان عدد رحلاته 522 رحلة، الخط الثاني اللي هو من شبرا الخيمة للمنيب عدد رحلاته 664 رحلة، الخط الثالث اللي هو من محطة العتبة لمحطة الأهرام في مصر الجديدة عدد الرحلات 430 رحلة، بإجمالي 1616 رحلة في الخطوط الثلاثة. تم تجهيزهم لاستعدادات مترو أنفاق في الدراسة في العام الدراسي الجديد. احنا بنتكلم طبعا في محطة مترو بدأت منذ 77، وفي محطة مترو بدأت 97 على ما أعتقد لو التواريخ صحيحة. هو الخط الأول بدأ 1987 والخط الثاني 1996. 96. كان في عطل في أمس في إحدى عربات المترو، وكان في برضو ضخ لميزانية من فترة للتجديدات والصيانة، فعايزين تفاصيل أكتر بقى حول هذا الشأن. هو بالفعل كان في امبارح عطل، كان قطار اتجاه شبرا ما بين محطة الأوبرا وما بين محطة أنور السادات اتجاه شبرا، تم تعطل القطار، عطل فني في احد القطارات. فالعطل لما حصل في احد الساده الركاب ضرب بلف الطوارئ، لما بيضرب بلف الطوارئ الابواب بتتفتح. في عندنا احنا سكه احتياطيه موجوده، سكه ممشى زي ممشى كده، ممشى اسمه ممشى الطوارئ، ركاب مشيت عليه طلعوا من محطه السادات، فالموضوع كان سحبنا القطار المعطل اللي سحب على ورش الشبرا الخيمه، عادت الحركه لطبيعتها، الموضوع كله قعد حوالي 10 دقائق. وارد ان يحصل عطل، اي عطل بيحصل في اي حاجه في اي معده شغاله، وارد ان يحصل عطل، ولكن ان احنا ندير الازمه مع العطل، ان احنا ازاي احنا بندير الازمه مع العطل. استاذ احمد، يمكن هدخل مع حضرتك في حته مهمه جدا، وهي من يعني الحاجات يمكن اللي بتشوه فعلا المنظر الحضاري او بقى التطور اللي بنحاول نعمله في مترو الانفاق، وهو التسول والبيعه الجائلين. مشكله اعتقد بتؤرق الناس كلها لان منتشره جدا، يعني احنا ندخل المترو شايفين الموضوع بقى اكتر سوء من ان هو وسيله مواصلات محترمه بتتطور بشكل ملحوظ، ولاحظنا كلنا على مر السنين اللي فاتت قد ايه كان في تكييفات، كان في الشاشات بقت ديجيتال، بس مع وجود المنظر ده هو غير لائق. هو حضرتك موضوع الباعه الجائلين او المتسولين اللي موجودين في بره المحطات، بره محطات المترو دي تبقى من اختصاص شرطه المرافق، شرطه الاحياء، اللي هم خاصه بالمحافظات نفسها، يعني محافظه القليوبيه، محافظه القاهره، محافظه الجيزه. اي حد بره المحطه بياع، دول من اختصاصهم هم. اما لو في بياعين جوه المحطه نفسها او جوه القطار، دي من اختصاص شرطه نقل ومواصلات وشرطه مترو الانفاق. فاحنا بنتعاون معاهم كشركه مترو الانفاق مع شرطه النقل والمواصلات وشرطه مترو الانفاق، بنعمل يوميا حملات مكثفه للقضاء على هذه الظاهره. يعني احنا حاليا انا بعت صور لبرنامج امس اللي فيه حملات يوميا، مهندس علي فضالي رئيس شركه مترو انفاق، مهندس خالد صبرا العضو المنتدب، بتعليمات من معالي وزير النقل مع اللواء قاسم حسين قاسم مساعد وزير الداخليه للنقل والمواصلات، بنعمل يوميا حملات مكثفه للقضاء على هذه الظاهره. والصور هو ممكن يعرضها دلوقتي وهتشوفوا الحملات ازاي. هو البياع بيركب زيه زي اي حد، زيه زي اي راكب، ما ينفعش ان احنا نعرضه. في ناس بيقول لك ايه على السوشيال ميديا، يقول لك ما هو بيركب من المكن، بيركب من الاكس دي، الناس شايفه الشنطه بتاعتهم فيها بضاعه. لا، انت مش، ما ينفعش ان احنا، ما ممكن يكون ده عنده محل في جهه معينه ورايح يشتري البضاعه بتاعته في شنطه عشان يوفر حق التاكسي، فبيركب المترو. ما ينفعش انت تقول له ما تركبش المترو، يقول لك انا مش بياع. فهو لما بيجي يركب المترو بيركب زيه زي اي راكب، بيقطع تذكره ويركب. بعد ما المترو بيطلع من المحطه بيعرض بضاعته على الايه. طب ده يا فندم ما يخليش يبقى فيه جوه مراقبين، يعني في حد يراقب جوه بقى العربات؟ المراقبين اللي هم بيبقوا جوه القطر دول المفروض هم الجمهور نفسه، الجمهور نفسه هو اللي يراقب. احنا بنبقى عاملين حملات لسه يوم الثلاث او يوم الخميس كنا عاملين حمله في محطه مترو العتبه ومحطه مترو الشهداء، فالركاب نفسها بتخبي البياع، يعني بيكون في بياع موجوده في محطه السادات، وتيجي تقول لهم يا جماعه احنا عاملين حمله عشان خاطر البياعين اللي انتوا بتشتكوا منهم، بيخبوهم، ياخدوا شنطه البضاعه يحطوها تحت الكرسي ويخبوهم، يقول لك مفيش حد، وبعد ما يطلع يلاقوا الحد ده موجود ويشتكوا منهم. فانتوا منين انتوا بتشتكوا ومنين انتوا بتخبوهم؟ يعني برضك احنا برضك الراي، احنا عايزين الركاب نفسها تساعدنا ان احنا
طب نقضي على هذه الظاهره. بتتعاملوا ازاي مع الازدواجيه دي؟ والله احنا بنحاول ان احنا نقنعهم ان احنا ان ده حاجه غلط موجوده في المترو، فبنحاول ان احنا ايه نقضي عليها ان شاء الله. بس هي الفتره الجايه في ده تصريح خاص للبرنامج ان المهندس علي ومجلس اداره المترو مع شرطه النانو مواصلات حاليا هيقروا او بيدرسوا عشان يقروا ان هم اي حد من البياعين الجائلين مع بضاعه تصادر منهم على طول. ليه؟ البياع لما بيجي يركب الغرامه نفسها 50 جنيه، يقول لك ايه يعني لو مسكت اسبوع مرتين في الاسبوع اربع مرات في الشهر هدفع 200 جنيه اقل من اي ايجار كشك او اي ايجار محل. فهو لما البضاعه بتاعته تنقص كل يوم يجي يركب معاه بضاعه مثلا ب 5000، ركب ببضاعه ب 500 جنيه اتاخدت منه في 500 اتاخدت منه، هو هيحرم ان هو يركب مترو انفاق تاني. طيب احنا عايزين نتكلم برضو في نطاق الاستعدادات للسنه الدراسيه وسعر تذكره المترو، هل هيكون في ارتفاع او في سعر تذكره المترو؟ وهل في فئات في تذاكر المترو؟ لا هو حضرتك هو في فئات طبعا دلوقتي هو حاليا ما فيش اي زياده في اسعار تذاكر المترو انفاق، تذكره الموحده ب 2 جنيه وفي نص تذكره بجنيه ونص للصحفيين وللشرطه وللقوات المسلحه والاطفال من 4 سنين ل 10 سنوات. واحنا النهارده حضرتك بتبص على الشاشه عملنا التذاكر مع بدايه العام الدراسي الجديد ان شاء الله هتبقى بالوان مختلفه. أيوة. اللون الاصفر مثلا ده الخبر الموحدة. برضو الاكسكلوزيف لصباح الورد النهارده عايزين ده حاجه على فكره خاصه لسه أيوة. مطلع البيان دلوقتي يعني هو حضرتك التذكره الصفراء هتبقى موحده للجميع اللي هي ب 2 جنيه في تذكره بجنيه ونص لونها تقريبا برتقالي، دي هتبقى للشرطه للعسكريين للمحاربين للاطفال للصحفيين طبعا كله بموجب الكارنيه نقابه الصحفيين او كارنيه الشرطه او كارنيه الجيش. في تذكره ثانيه لونها وردي دي لكبار السن. في تذكره لونها لبني دي معموله لذوي الاحتياجات الخاصه ب 50 قرش تذكره. طب هايل. وده طبعا خبر اكسكلوسيف بنقوله من خلال برنامج صباح الورد. هنستاذن برضو حضرتك وفي مداخله هاتفيه اخرى واحنا طبعا لسه بنتابع فعاليات اول يوم دراسي واستعدادات للسنه الدراسيه. معانا المهندس رضا ابو هرجة المتحدث الرسمي لهيئه سكك حديد مصر. اهلا بحضرتك يا فندم وصباح الورد. اهلا بحضرتك يا فندم صباح الورد. حضرتك كلمنا عن استعدادات الهيئه في فتره الدراسه واول يوم دراسي. بدايه احنا بيبقى عندنا نظام للاشتراكات للطلبه وده بيبقى اشتراكات مخفضه. الهيئة استعدت بعدد 25 مكتب على مستوى الهيئة كلها في المحطات ب 25 محطة للعمل من 7 صباحا لحد 11 مساء للتسهيل على الطلبة انهم يستخرجوا الاشتراكات اللي هيقدروا انهم يركبوا بيها القطارات يروحوا مدارسهم وجامعاتهم. يوم ايام العطلات بيشتغل المكتب وردية واحدة بس هو يوم الجمعة، لكن طول أيام الأسبوع على مدار اليوم كامل من 7 لحد الساعة 11 لعدد 25 محطة وإحنا أعلناها في الصحف عشان الناس تقدر إنها تتوجه ليها. في كارت عاملينه دلوقتي كارت ذكي سمارت كارت للطلبة بيقدر إن هو يقعد معاه لمدة 5 سنين ويقدر إن هو يجدده ويقدر إنه يشحنه زي الكارت بتاع التليفون المحمول بالظبط وده تسهيلا عليه. وممكن كمان يحط فيه فلوس يستخدم كمحفظه انه ممكن ان هو يقدر يخش يقطع اي تذكره قطر او يقطع فرق تذكره. استاذ رضا صباح الورد على حضرتك. وينفع حضرتك تقول لنا الاشتراك بتاع الطلبه بيبقى حوالي بقد ايه؟ يعني نقول الاسعار كده على الهواء. الاسعار اصلها محدده لانها بتختلف بالنسبة في 3 شهور في 6 شهور في 9 شهور فده بيعتمد على الطالب اللي هو بيبقى عايز المدة اللي هو عايزها والمسافة كمان. كل ده بيبقى معلن موجود في المكتب اللي هو هيروح يتوجه ليه بيختار الحاجة اللي هي تتناسب معاه ماليا دلوقتي في الوقت الحاضر. ممكن يعمل 3 شهور وممكن يرجع يزود تاني ممكن يرجع يزود تالت براحته يعني. عشان كده مش هنقدر نقول حاجة محددة دلوقتي. هو عليه الاختيار ما بين كل الايه الانظمه اللي موجوده هتبقى مكتوبه في المكاتب الاشتراكات. المهندس رضا ابو هرجة المتحدث الرسمي لهيئه سكك حديد مصر بنشكرك شكرا جزيلا. وبرجع تاني لضيفي استاذ احمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركه المصريه لاداره وتشغيل مترو الانفاق. في مشروع لتطوير وتوسعه محطه شبرا الخيمه هيتكلف قد ايه وهتبداوا فيه امتى؟
وحضرتك ان شاء الله هيتم الطرح وتجديد وتطوير محطه مترو شبرا الخيمه في اول 10 ان شاء الله هيتم الطرح وسيتم بدء فيها فورا طبعا. هتقعد حوالي سنتين 24 شهر هيتم عمل سلالم متحركه لاول مره في المحطه، مصاعد كهربائيه لاول مره في المحطه، هيتعمل صالتين، صاله في اول الرصيف وصاله في اخر الرصيف لامتصاص الزحام بالمحطه. لا ده اخر دلع يعني في لا في لا دلع كبير. اهتمام على فكره عندنا اهتمام كبير جدا، اهتمام واضح قوي كمان بشبرا الخيمه. طبعا يا فندم صح. الكلمه دي مش معنى شبرا الخيمه بقى، اشمعنى بقى حضرتك قول لنا عشان انا ساكن في شبرا الخيمه بقى. طب اكشاك الفتوى بقى، يعني يمكن اكشاك الفتوى كانت يعني هل هتنتهي فعلا بنهايه موسم الحج ولا ايه وضعها؟ هو المفروض انتهت، هو في بروتوكول ما بين شركه مترو الانفاق ومن مجمع البحوث الاسلاميه من 1 رمضان حتى الانتهاء من موسم الحج، واحنا بالفعل بلغناهم ان احنا ان خلاص البروتوكول انتهى، ولكن في اجتماع هيتعمل مع الدكتور محي الدين عرفات ايوه اللي هو الامين العام مجمع البحوث الاسلاميه، بحيث ان احنا خلاص الموضوع انتهى يعني. طبعا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ احمد عبد الهادي المتحدث الرسمي باسم الشركه المصريه لاداره وتشغيل مترو الانفاق، ومزيد من التقدم، ويعني احنا مشاكرين مجهود سيادتكم في المترو، محتاجين بقى نوصل خطوط ثانيه بحتت ثانيه كتير، مستنيينها الفتره الجايه. قطارات مكيفه شغاله، احنا عندنا 20 قطر مكيفين في الخط الاول، وفي 4 قطارات مكيفين برضك هيشتغلوا في الدراسه، عندنا الكارت الذكي برضك موجود اللي هو الاشتراك الكارت الذكي بيقعد برضك 5 سنين، يعني اي طالب معاه كارت ذكي من السنه اللي فاتت هيشتغل معاه السنه دي، بس يشحنه يجيب الاستماره يختمها من الجامعه او يختمها من الكليه او المدرسه، هيشحن الكارت بتاعه وهيشتغل بيه. في عندنا الحمد لله يعني احنا عندنا المترو منتظم، وهو زي ما قلنا قبل كده اسرع ارخص امن انضف اسهل وسيله انتقال داخل القاهره الكبرى هي مترو انفاق. ميرسي يا فندم وشرفتنا وشكرا جزيلا لحضرتك. تحت امرك. بنشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا هنسيبكم مع فاصل ونرجع نكمل بقيه فقراتنا الحواريه، خليكم معانا.